بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. توجيهات سراجية للحياة الزوجية لشيخ الإسلام الشيخ عبد الله سراج الدين الحسيني رحمه الله تعالى من كتابه حول تفسير سورة الحجرات. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كبر ذلك على المسلمين، وقالوا لبعضهم: ما يستطيع أحد منا ألا يبقي لولده مالا من بعده. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم. فانطلق عمر رضي الله عنه وأتبعه ثوبان رضي الله عنه، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا نبي الله، إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم. فكبر عمر رضي الله عنه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها أسرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. والحمد لله رب العالمين.